وي بيان سور بيان سور خويا كمال صديق تاعي نحييه نحترمه بزاف ونحترم الاب تاعو الله يرحمه سي حمدي بناني اللي كان عنده كان عنده تاريخ مع الجد الحاج الله يرحمه. ديجا عملنا مع بعضنا تلاقينا في حفلات خاصة ولا تلاقينا هكا نتلاقاو ونقصروا مع بعضنا بصح ماذا بينا ان شاء الله نعملوا افيك ان كرون بليزير. وي كمال خويا كمال انسان علاه نقدر نقول لك نعمل معاه لانه انسان مربي اولا صح انسان خلوق طيب جدا خلوق مربي ولد اصل عنده اصل وعنده اصل يخاف عليه لانه الوالد تاعو الله يرحمه فنان ونحبوه بزاف ويدخل العائله الوالد تاعو كان يدخل العائله وحبيب العائله ويدخل ولد العائله كما نقول لك.